الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب متهنيين. تعالوا مع بعض ومش هطول عليكم، مش هبقى دم تقيل. هعمل معاكم ديكور خفيف وزي العسل، وان شاء الله وباذن الله يعجبكم. ايه المطلوب؟ انا مش هقول على المطلوب، بس هدخل في الديكور على طول. يلا يا حبايب قلبي، بصوا حبايبي، دي كرتونه ماشي، انا قصتها بالشكل ده. قصتها ازاي؟ انا حبايبي جبت طبق كبير وماشي، جبت قلم خلاص، وحددت حبايبي بالقلم زي ما انتوا شايفين كده بالطبق الكبير، وبعد كده طبق اصغر ماشي، وحددت دايره اصغر، واتخلصت من الايه، من الدايره في النص، اصبحت بالشكل ده حبايب قلبي ماشي. ايه المطلوب بعد كده حبايبي؟ بعد ما انا قصيتها بالشكل ده خلاص، بصوا حبايب قلبي، هجيب خيط كروشيه لون ابيض ماشي، وهعمله مجوز، هعمله مجوز يعني اتنين مجوز كده، يعني مش هخليها فتله واحده، لا هخليها فتلتين خلاص. وهبدا يا حبايب قلبي اخد الف على الدايره دي، اغطيها خالص بايه، بالخيط اللي معايا، اغطيها خالص بالخيط اللي معايا خلاص يا حبايبي، بالشكل ده حبايبي. بصوا اها كده، ادخل كده يا حبايبي والف كده والف. اهم حاجه حبايب قلبي ان انا الدايره دي ما اخليش فيها حته كرتونه باينه، اغطيها كلها بالخيط الابيض. شايفين؟ بصوا انا الف ازاي، مخليه الخيط مجوز اهو، مش فرد لا، تانية مخلياه اتنين مش واحد. بصوا بالشكل ده، يا رب يكون التصوير واضح. بصوا شفتوا، هلفها كلها يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده لحاية الاخر خلاص، هغطيها كلها زي ما انتوا شايفين، ومش هطول عليكم عشان ما بقاش دمي تقيل، وهرجع لكم تاني. يلا فاصل وهواصل كده حبايبي. بعد ما انا لفيتها بالشكل ده خلاص، طب هعمل ايه بعد كده حبايبي؟ هجيب برضو الخيط معايا، خيط الكروشيه الابيض برضو حبايبي، وهبدا اغطي الدايره دي خالص في النص ماشي. هثبت الخيط كده حبايبي، وهبدا زي ما انتوا شايفين كده ها. طبعا كل ما تلم معاكم الكرتونه يعني ايه، تفردوها تاني كده، شدوها تاني خلاص بالشكل ده حبايبي، لحد ما تغطوا الدايره في النص بالخيط الابيض بالراحه. شايفين؟ انا كده ابدا ايه، اغطي الدايره كده ماشي، واشد كده الدايره خلاص، وايه اعكس برضو كده الناحيه دي كده، واخد عكس هبدأ اغطي الدايره بتاعت خالص حبايبي بالشكل ده، وهرجع لكم تاني كده حبايبي. بعد ما انا لفيت الخيط بالشكل ده تمام تمام، بصوا حبايب قلبي انا عايزه 10 دواير تحددوهم باللي هو الغطا بتاع البيبسي، تحددوهم حبايبي بالكرتونه، يعني تحطوا كرتونه ماشي، وعايزه حبايب قلبي 10 دواير بالشكل ده تحددوهم بغطا البيبسي. هعمل ايه حبايبي في العشر دوائر دول؟ انا معاي خيط ازرق من الكروشيه تمام يا حبايبي تمام. هبدا يا حبايب قلبي اجيب مسدس الشمع في العشر دوائر، طبعا انا 10 على دايره واحده، وهحط نقطه كده هو حبايبي من ايه، من الشمع، وهثبت الخيط كده في النص ماشي، واحاول ان انا ايه اغطي الدايره دي كلها، هغطي طبعا ال 10 دوائر بالخيط الازرق ده كله زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. انا هحاول يا حبايب قلبي ان انا اقصر لكم الفيديو عشان ما تزهقوش بسرعه. تمام يا حبايبي، هجيب المقص طبعا وهقص كده بعد ما خلصت ولفيت، وهثبت برضو بالشمع من ورا، احط شمع كده
واجي مثبته ايه بالشمع زي ما انتم شايفين كده. خلاص طبعا حبايب قلبي انا عندي لولي لولي خلاص، واجي حاطه نقطه من الشمع كده حبايب قلبي واجي مثبته باللولي كده، اصبح عندي هيبقوا العشر دوائر معاكم بالشكل ده. خلاص يا حبايب قلبي وصلت؟ وصلت وزي العسل كده خلصنا. طيب ايه المرحله بعد كده؟ انا حددت شكل طاووسي حبايبي على الكرتونه زي ما انتم شايفين، تمام تمام زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. بس حبايبي بصوا هعمل ايه حبايب قلبي، ان انا هجيب حبايبي طبعا شكل الطاووس ها انا محدداه على الكرتونه، ها هبدا اعمل ايه، ان انا حبايبي اجيب شمع برضو كده وهبدا اغطي الطاووس ده كله بالخيط، اثبت كده يا حبايب قلبي وبالراحه واحده واحده لحايه ما تغطوا الطاووس ده كله واحده واحده وما تستعجلوش، تمام. وكل ما تمشوا شويه كده تحاولوا تثبتوا بالشمع. خلاص يا حبايب قلبي ماشي وصلت يا حبايبي، يبقى تحطوا شمع كده وتلفوا ايه لحايه ما تغطوا الطاووس كله، هيبقى شكله ازاي؟ هيبقى شكل الطاووس كده ماشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بعد ما لفيت خالص رجعت تاني بالخيط عشان يبقى تقيل كده معايا وشكله حلو. طبعا في حته من الكرتونه هتبقى تحت كده تحاولوا تغطوها ايه بالخيط، خلاص بالشكل ده حبايبي. بصوا حبايبي كده هبدا ايه، بصوا اجيب الدوائر اللي انا وريتها لكم ده هي حبايب قلبي واثبتها حوالين داير كده بالشمع، تمام يا حبايبي. احط الشمع كده طبعا وبالراحه واحده واحده حبايب قلبي واضغط كده لحيث ما الدايره تمسك خالص زي ما انتوا شايفين. هثبت الدوائر دي كلها حبايب قلبي وهرجع عليكم تاني كده حبايبي بعد ما لسكت الدوائر زي ما انتم شايفين ماشي. بصوا حبايبي انا معايا معالق بلاستيك، تمام طبعا 50 معلقه حبايبي بخمسة جنيه، 50 بخمسة ماشي حبايب قلبي. بصوا حبايبي هبدا ان انا اتخلص من الجزء اللي تحت ده، بصوا بالشكل ده انا عايزه المعلقه تبقى بالشكل ده، هاخد الجزء اللي من فوق بس. خلاص يا حبايبي هتخلص بالشكل ده، وهعمل ايه حبايب قلبي؟ هبدا ان انا الصق المعالق ده هي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده ماشي من ورا كده. خلاص هبدا طبعا اقلب الشغل بتاعي كده وهلصق المعالق كده، اثبتها خالص كويس اضغط عليها خالص لحد ما تمسك بالشكل ده حبايبي. واثبت خالص بالشمع هثبت بالشكل ده وهرجع لكم تاني حبايب قلبي كده حبايب قلبي بعد ما لسكت المعالق زي ما انتم شايفين كده. طبعا حبايبي انا في اول الفيديو جايله لكم اعملوا طبعا 10 دواير ماشي. طبعا حبايبي بعد ما لسكت انا طبعا العشر دواير حسيت ان ايه شكله مش حلو ماشي، فروحت مزوده ايه دوائر تانية على حساب ان انا اغطي الحته اللي من فوق دي كلها، بس لازم تسيبوا مسافه للطاووس يا حبايبي من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايب قلبي، لازم تسيبوا مسافه تحت. خلاص يبقى انا زودت الدوائر خلاص يا حبايبي، غطيت الحته اللي من فوق كلها بالدوائر تمام، وسبت حته من فوق من تحت يا حبايبي عشان الصق عليها ايه طاووس. خلاص يا حبايب قلبي بصوا حبايب قلبي هعمل ايه معاكم. طبعا حبايب قلبي انا جبت طبعا ايه اللي هو اللزق ده اللي انتوا شايفينه ده، بصوا يا رب يكون الصوره بس واضحه ليكم شايفين ده حبايب قلبي. طبعا ايه انا جبت الكيس باتنين جنيه خلاص، الكيس اللي انتوا عايزينه. هعمل ايه حبايب قلبي طبعا معايا الطاووس اهو زي ما انتوا شايفين كده، هبدا حبايب قلبي اعمل له طبعا العين، احط نقطة شمع كده بالراحة واحدة واحدة واجي مثبتة ايه حتة في النص كده يا رب تكون واضحة للعين كده ماشي، انضف
الشمع كده تمام. وهبدأ حبايب قلبي برضو ايه احط شمع كده ها، احاول ان انا ايه اجمل ايه شكل الطاووس كده. يا رب يكون التصوير واضح. خلاص الشكل ده حبيب قلب الحياة الاخر كده اهو. يلا فاصل اهواصل معاكم كده حبيب قلبي. بعد ما لسكت العين طبعا وحاولت ان انا اجمل من تحت الطاووس كده ولسكت بالشكل ده، يا رب يكون حلو بالشكل ده حبيب قلبي، يا رب يكون واضح تمام تمام. المرحلة اللي بعد كده حبيب قلبي هجيب طبعا الثلاث صوابع دول حبايبي وهجيب خيط الكروشيه وهبدأ ألف بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده بسم الله. خلاص وهبدأ حبايبي أفصل، بعد ما ألف هفصل كده من الثلاث صوابع وامسك كده هاي حبايبي وابدأ ألف في النص كده وأربط كويس كده وجمد الربطة كمان، عيد على الربطة تاني عشان ما تفلتش يا حبايب قلبي. خلاص يا حبايبي اجيب المقص وافصل الخيط واحاول ان انا افصل الدوائر ده هي المربوطة في بعضيها اهي بصوا كده. خلاص يا حبايبي وابدأ ان انا اعمل كده ابرم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وابدأ اصغر الدايرة دي خالص. طبعا دي اسمها كورة صوف طبعا انتوا عارفينها، ولو مش عارفينها حبايبي ادخل عن النت هتعرفوا تعملوها كويس، في فيديوهات كتير اتعلمكم ازاي تعملوا الكورة الصوف دي. بالشكل ده حبايبي الحياة ما تصغروها ايه خالص كده. هعرفكم طبعا ازاي تستغلوها ايه بعد ما تصغروها هنعملوا بها ايه حبايب قلبي. طبعا تبرموها تاني لحيث ما تبقى ايه بالشكل ده وممكن اصغر شويه كمان. وصلت حبايبي؟ هعمل ايه حبايب قلبي بعد ما انا عملت كده؟ هجيب طبعا الخيط وهربطه في النص كده واجمد كمان بالشكل ده واتخلص من حتة الزايدة دي تحت الخيط اللي انا ايه ربطته تمام تمام. وابرم كمان كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص يا حبايبي طبعا انا هشرح بسرعة لكن انتوا هتظبطوها احسن من كده تمام يا حبايبي. انا مجهزة حوالي 9 كده هو حبايب قلبي، بس انا هشرح لكم بسرعة عشان الفيديو ما اطولش عليكم. خلاص يا حبايبي طبعا الخيط انا ربطته في النص واصبح ايه شكل الخيط كده، اصبح شكل الخيط بالشكل ده حبايبي. طبعا ربطته في النص واصبح كده ماشي. طبعا انتوا هتصغروها خالص. طبعا معاكم اللولي حبايب قلبي تلضموها لولي، تلضموا لي الخيط ده كده ماشي لولي يعني مثلا ايه بصوا. طبعا هما 9 انا عايزه 9 9 حبايبي. طبعا في التسعة هتعملوا حبايب قلبي ايه 3 كبار ومثلا 2 صغيرين يعني بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حبايب قلبي، تلضموها لي لولي خلاص بالشكل ده حبايب قلبي. انضف طبعا انا حواليا كده عشان اوريكم ان انا ايه لضماه بالشكل ده حبايب قلبي شايفين بالشكل ده. يا رب يكون التصوير واضح. الله والله التصوير هيظلم الشغل بتاعي خالص تمام يا حبايب قلبي بالشكل ده. روح قلبي يا رب تكون الصورة واضحة. طبعا هنعملوا ايه هنجيبوا الشمع ونظبطه كده ونلصقوا دول. بصوا حبايب قلبي
هلسجهم بالشمع في الحته الفاضيه دي. يا رب ايه تكون واضحه. بصوا حبايب قلبي، احاول اخلي الاطوال في النص والصغيرين من الجنب ده وللجنب ده، خلاص يبقى الطوال في النص والصغيرين اللي هم قصيرين ماشي بتوع اللي فيهم لولي من هنا ومن هنا بالشكل ده. حبايب قلبي هلسك في النص في الحته الفاضيه دي. يلا فاصل وهواصل معاكم. كده حبايبي بعد ما لسكت بالشكل ده اللي انتوا شايفينه اهو في الحته الفاضيه اللي انا قلت لكم عليها بالشكل ده حبايبي اهو، تمام بالشكل ده. خلاص يا حبايبي كده هبدا اعمل ايه حبايب قلبي. بصوا حبايبي انا معايا دبابيس، دبابيس ابره عادي خالص مش صغيره ماشي. هاخد حبايب قلبي اربع دبابيس بالشكل ده، احط في كل دبوس لولي اللي هي اللولي ماشي، هحط واحده من اللولي في كل دبوس خلاص. وهاجي طبعا في راس الطاووس من فوق واجي ايه حاطه ايه حاطه الدبوس ايه بالشكل ده، مدخله الدبوس بالشكل ده حبايب قلبي. بالشكل ده حبايب قلبي هاجي طبعا في الحته الفاضيه دي طبعا احط شمع واجي لازقه ايه لازقه الطاووس بتاعي. حسبته كويس يا حبايبي. اضغط كويس بالشكل ده. بالشكل ده حبايبي. طبعا حبايب قلبي هجيب طبعا رباط اي خيط طبعا بس يكون لونه ابيض تمام، عشان نعمله ايه طبعا العلاقة بتاعته بتاعت الديكور بتاعنا. طبعا دل تعلقوه على باب تعلقوه على حيطة حرية لكم انتم. واثبت عادي خالص اقلب شغلي كده واجيب الشمع من ورا كده اهو حبايب قلبي واجي مثبت. وبكده حبايب قلبي الديكور بتاعي خلص معاكم. شايفين يا حبايب قلبي المعالق البلاستيك والكرتون عملت اجمل ديكور. يلا يا حبايب قلبي ما تنسوش باللايك والاشتراك والضغط على الجرس والشير. يلا حبايب قلبي في رعاية الله وحفظ العظيم.